الملاحظة هو أن مجالسنا ودوراتنا كتعرف غياب بعض الوجوه في كل الدورات. أنا بغيت نسأل ما موقع القانون القديم 113 في هذه المسألة؟ ما موقع السيد الممثل الوالي في تنفيذ القانون؟ كاين إخوان كيعتبروا نفسهم ناخبين كبار ما كيتواجدوش معنا في القاعة عطينا الجلسات وللأسف كنلغاو اسمهم متداول تدبير ملفات خارج القاعة. شكرا.